بطولاته ذا عصيتها حتى خارج الوطن، وشجاعته أرعبت كيان مستعمر في أوج قوته. إنه الشهيد البطل علي عمار المدعو لابوينت، ابن حي العناصر بمدينة مليانة، والذي وقف كشوكة في حلق البوليس الفرنسي بعد التحاقه بفدائي العاصمة. كان يعني جريء، وكان يعني كان يباغت العدو الفرنسي، وسمي بعلي لابوينت نسبة إلى ساحة لابوينت. من هناك كان يعني كان يهرب. وفي بين مدينة الجزائر يعني بفضل بطولته وشجاعته يعني يوسف ساعدين اختاره كفدائي جنبا إلى جنب مع الفدائيين لحي القصامة. تأثر بعم باباه وقالها يا حنا شوفي إن شاء الله بربي لا طول لي ربي العمار، كان في عمر 8 سنين، لا طول ربي العمار إن شاء الله ندير أكثر من اللي دار عم باباه في القبر. وهكذا كان حاله واستشهد في القصبة. أنا نقول بلي هذا الإنسان لو كان صح أن غير الموتة تاعو يكفي فيها بركة. اليوم تمر الذكرى 63 لاستشهاد البطل علي لابوينت، ذكرى لم ولن تمر دون تكريم من السلطات الولائية والمدنية لرمز من رموز الثورة، واستذكار لبطولاته الملحمية التي أصبحت محفورة في صفحات التاريخ ومنسوخة في ذاكرة جيل ما بعد التحرير. برفقة صحاباتي اللي جاوا من الجزائر العاصمة باش نوري لهم حياته وكامل المعالم الأثرية اللي موجودة هنا في مليانة. بالإضافة هما كانوا يعرفوه كامل في الفيلم تاع لاباتاي دالجي، بطولة مش احنا نهضوا عليها، كامل الجزائر تعرفها وكامل تعرف بطولته وكامل تعرف المعارك تاعو عالميا مش حتى في الجزائر برك. في الفيلم تاع لاباتاي دالجي كانوا يقولوا عليه، وما اليوم جيت المتحف أمير عبد القادر باه نبحث عليه، واليوم أنا عرفته هو شهيد من أعظم الشهداء. هو واحد من الشهداء الذين لبوا نداء الوطن وعقدوا العزم على أن يرفع علم الجزائر ما بين الأمم، فكان لهم ما ابتغوا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والتحية يا جزائر.